كبرياء، الكبرياء لدرجة ان هو بيخلي اللي قدامه بيخنق اللي قدامه، كبرياء ممكن تجاهل، فده برضو بيخلي اللي قدامه حاسس ان ده موضوع سلبي. طب انت بتتعامل معاه كده، لا النفور، ان هو ساعات عنده حركة نفور وبيحسسك ان هو بيوريها لك ان هو مش عايز يتكلم معاكي، ده بيدي طاقة بقى خلاص اللي قدامه، بيحس ان الطاقة الإيجابية اللي خدها منه سحبت فجأة، وبيحس ان هو مش مقبول على الموضوع ده، دايما بيحسسك ان هو لو ما يكون مش فاضي، ان هو مش فاضي بطريقة بيخلي اللي قدامه ممكن ان هو انت بتكلمني بالاسلوب ده، ايه الكبرياء ده؟ لا ليه بتكلمني بالاسلوب ده؟ فبيبدأ ان هو بيحس قدامه بيديله طاقة ان هو خلاص، على قد ما بيدي الطاقة الإيجابية على قد ما بيسحبها تاني، وده مشكلة برج الخوص.